عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد أن قام بزيارة للمملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة تلقاها من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. شارك جلالته خلالها في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز ملكا للمملكة المتحدة، كما حضر جلالة الملك المعظم حفل الاستقبال الذي أقيم بهذه المناسبة في قصر باكنغهام. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل وترحل.